الحاصل على المركز الأول مقرر الزميلة الدكتورة نسمة سيف محافظة المنوفية. الحاصل على المركز الثاني الزميلة منى علاء محافظة السويس. الحاصل على المركز الثاني المقرر الزميل جمعة المهدي محافظة مطروح. الحاصل على المركز الثالث الزميلة الدكتورة رانيا الغباشي محافظة دمياط. الحاصل على المركز الثالث مقرر الزميل وليد كامل محافظة بني سويف. في لمسة الشكر وعرفان وتقدير على الجهد المبذول لجمع شمل كوادر الإدارة المحلية بمحافظات مصر، كان واجب علينا تقديم تذكار محبة واحترام من دفعة قادة المستقبل 2019 لقيادتها الواعية الممثلة في معالي وزير التنمية المحلية. يقدمها له الزميل فارس علي والزميلة الدكتورة أمل مصطفى. إذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك. Thank you.